عرض السيد كولر أمام مجلس الأمن تعتبره جبهة البوليساريو عرض إيجابي وموضوعي، وتطرق فيه إلى مجهوداته الأخيرة، خاصة بعد الجولة المفاوضات الأولى التي أتت بعد قطيعة دامت 6 سنوات. ممثل المغرب قام بعد ذلك بتصريح يقول أنه لا مفاوضات مع جبهة البوليساريو خارج الحكم الذاتي، ونحن نعتبر هذا التصريح مرفوض ومدان ولا يساهم إطلاقا في تسهيل عمل المبعوث الشخصي ولا حتى تطبيق القرار مجلس الأمن 2440 الذي أقر بضرورة إجراء مفاوضات بحسن نية وبدون شروط مسبقة، ما يعني قامت بها أخيرا فرنسا وإسبانيا ودفعت الاتحاد الأوروبي وحكومة وبرلمان بتوقيع اتفاقيات اقتصادية تشمل الأراضي الصحراوية، اتفاقيات مع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وإدراج الصحراء الغربية، خلافا لما قررته محكمة العدل الأوروبية بأنه الصحراء الغربية والمغرب منطقتان مختلفتان ومنفصلتان، وأي اتفاق تدخل فيه الصحراء سواء جوا أو برا أو بحرا هو باطل. الإصلاحات الكبرى التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الآن في العديد من القضايا، أنه القضية الصحراوية تحظى كذلك بمراجعة وإعادة النظر في مواقف السعودية لإنصاف الشعب الصحراوي ولإنصاف بلد عربي مسلم في خدمة في الأخير القضايا العربية.